عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم محمد تحسين من قناه سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وعافيه. ان شاء الله هوريكم النهارده ازاي تعمل برزنتيشن خفيفه، يعني مش احترافيه الواو، بس ان انت تعرف تعمل برزنتيشن تقدر تظبط بيها شغلك او توري شغلك بطريقه احترافيه شويه. بص يا شباب، دلوقتي انا عندي الهيراركي ده اللي هو تقسيمه الاداره اللي احنا الشركه، يعني تقسيمه الشركه اللي احنا فيها، تمام؟ دلوقتي بقى انا عايز اعمل اجيب كل اداره واداره لوحدها، يعني السي او ده اشوف ايه اللي تحتيه، والسي اس او دي اجيب اللي تحتيه، والسي اف او اجيب اللي تحتيه، وهكذا. باسهل طريقه خالص انك عشان تعرض الاداره بدل ما تقعد تعملها كسلايد، فتقدر تعملها بالمنظر ده. دلوقتي انت عملت الهيراركي بتاعتك او الشجره بتاعتك بتاعت الاداره، كل عليك انك هتيجي تقف هنا كنترول سي، بعد كده تدوس كنترول في، تمام؟ طب الكنترول في ده ايه اللي هيحصل؟ بص يا معلم، هتيجي تحصل هنا، هتروح جاي هنا ونروح شايلين كل الادارات التانية. يعني مثلا نيجي نعمل هنا يعني هنيجي نعمل كنترول، ندوس كنترول ونمسح كل الادارات دي، دوس كده ديليت، ونروح مسحين كل ده برضو ديليت. فكده ايه اللي حصل؟ نروح عاملين دي كده شوية بالظبط اهي، تمام؟ فكده ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الادارة اللي هي سي او تحتها اسيستنت، سي اس او، سي اف او، سي تي او، وهكذا. طب هنعملها ازاي؟ نروح جايين هنا ونروح جايين على كلمة ترانزيشن ونروح جايين مورف. بص اللي هيحصل بالظبط، هو ده اللي حصل. شفت ان انت لما تيجي تدوس على العلامة دي اللي هي ستارت فروم بيجينينج، هندوس هنا كده، ده شكل الإدارة بالظبط بتاعنا. بمجرد ما تدوس أي زرار، يعني مثلا دوس على الماوس اهو، ادوس عليه كليك شمال اهو، بص اللي حصل، قال لك سي او اهي، تمام؟ طب ممكن بقى نعمل حاجة تانية أحسن بقى، وممكن بقى نكبر بقى الكلام ده، يعني كل الكلام ده اهو بالظبط، ونعمله مثلا تكبير اهو. انا دوست على اهي، يعني نعلم على كل الكلام ده كده اهو، ونروح مكبرين سي اف او، سي تي او، وهكذا، تمام؟ خلصنا دي. طب هنروح واخدين ايه تاني؟ هنروح واخدين الصوره دي تاني ونعملها كليك يمين كوبي، ونيجي هنا ندوس كنترول في اللي هي بيست، ونروح بقى واخدين السي اس او. يعني هنروح عاملين ايه؟ بص اهو، هنروح واخدين السي اس او وهنروح ماسحين كل ده، هنروح ماسحين الاسيستنت اهي اهي، تمام؟ بقى سي او تحتيه سي اس او، سي اس او، وهكذا. نشيل بقى السي او دي كده، ما هي كل اداره احنا عايزين نعملها. لا على ديليت غلط اهي كده يا عم، ونعمل كده، تمام؟ السي اس او اهي هتبقى بالمنظر ده، ونكبر كلمه سي اس او دي كده ونخليها بالمنظر الكبير ده، تمام؟ اهي. بعد كده نروح عاملين دي كده ونقفل دي، ونروح عاملين دي كده من الاول، نروح عاملين دي كده ترانزيشن. في بقى كذا ترانزيشن اللي انت مثلا ممكن تروح عامل دي مورف فيد، مورف تبقى مثلا عاملها بالمنظر ده، وهكذا، يعني كذا كذا ترانزيشن. هنروح عاملين كده، نروح دايسين على دي، بصوا اللي هيحصل، اروح دايس كليك شمال، ايه اللي حصل؟ ده عرض لي الاداره بعد كده، السي او تحتيه اربع ادارات. طب بعد كده ندوسنا كليك شمال، قال لك السي اس او تحتيه حاجتين، الاريا مانجر والشوب مانجر والسيلز مان. طب دوسنا كليك شمال، قال لك اتقفلت. طب نروح بقى عاملين بقى الحته الاخيره اللي هي نروح واخدين الجزء ده كمان، ونروح ناقلين كليك يمين هنا كوبي، ونروح عاملين هنا كنترول في، ونروح جايبين بقى اداره السي اف او اهو. اول ما بدوس هتلاقي في علامه هنا، علامه السهم اللي على الشمال دي، تروح دايس عليها، ونروح ماسحين كل ده اهو، كل ده من اول هنا كده شمال، نروح ماسحينه كده، ونروح ماسحين كلمه الادمن بس كده، ده كده السي اف او، ونروح مكبرين دي كده بالظبط الحاجه الجميله دي، ونروح برده جايين عليها، ونروح جايبين ترانزيشن حاجه اسمها مورف، في ترانزيشن حاجه اسمها مورف، تمام؟ بالظبط. هنروح بقى جايبين هنا اول حاجه، نروح نعملها نعرض بقى الاداره دي كده من اول خالص. هنعمل كده، قال لك الاداره الشركه عباره عن سي او، المدير التنفيذي، وتحتيه مدير المبيعات، ومدير المالي، والمدير السي تي او اللي هو المدير التكنولوجي. بعد كده نروح دايسين كليك شمال اهو، دي كده الاداره، كده الاداره اتعملت لاربع حاجات. بعد كده نروح دايسين كليك شمال اهي تاني، قال لك السي اس او مكون من اريا مانجر وشوب مانجر. طب بعد كده نروح دايسين كليك شمال تاني،
قال لك اداره السي اف او من سوبرفايزر وتاكس اكاونتنت وادمن وتحتيه. اه المفروض كنا نشيل السي تي او دي، المفروض كنا نشيل دي سي اف او تحتيه دول بس كده، المفروض نشيل بس كده. اهي من الاول اهي تاني، ده شكل الاداره بالكامل. نخش بقى على اداره، اداره السي او تحتيه اربع ادارات، نعمل كده سي اس او اريا مانجر شوب مانجر وسيلز مان، السي اف او سوبرفايزر وتاكس اكاونتنت وهكذا. دي يا جماعه من احلى احلى الحاجات اللي ممكن تستفيد بيها في موضوع البرزنتيشن، انك تقدر تضيف حاجات وتعمل حاجات حلوه جدا. وده بقى تقدر تعمل حاجات في الترانزيشن ده بالهبل، وتقدر تعمل شغل كتير قوي. يعني انا دي حاجات بسيطه والله، دي انا عاملها، انا عملت الهيراركي دي يعني في اقل من 5 دقايق. يعني انت ممكن تدخل في فيديو انا عامله هنا ان انت تعمل ازاي تعمل سمارت ارت، اللي هي سمارت ارت اللي هي دي، ان انت تشرح الحته دي ازاي عملتها في اقل من 5 دقايق. فاتمنى ان انا اكون فدتكم، ولو فدتكم بصراحه يا جماعه بالله عليكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتكتبوا لي كومنت لو انتوا عايزين تعرفوا اي حاجه في الباوربوينت تاني، وانا تحت امركم في اي شيء. وشكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.